برحب بيكم في المحاضرة السادسة اللي هنتكلم فيها عن الانتيبودي ميدييتد هومورال اميون ريسبونس. هنتكلم عن البيزك ستراكشرز اوف الاميونو جلوبولين مولكيول. هنتكلم عن البروبرتيز او الكاركترستكس اوف ذا فايف كلاسز اوف اميونو جلوبولين اللي احنا اختصرناها باسم ماجد اميونو جلوبولين ام A, G, E, D. وحنعرف how these antibodies can protect us against infection. الانتيبوديز او الاميونوجلوبولين اللي احنا بنختصرها بنكتب capital I small g وبعدين الclass of antibodies بعد كده بيتكتب في capital letter عبارة عن complex glycoprotein موجودين mainly في الجاما جلوبولين فراكشن اوف السيروم زي ما واضح قصادكم. عملنا هنا الكتروفوريسيس للهيومن سيروم بروتين وزي ما واضح الانتيبوديز ار اكيوموليتد mainly في الجاما جلوبولين فراكشن. في نوع من الاميونوجلوبولين بيبقى موجود في السكريشن اللي هو الاميونوجلوبولين A. هنيجي نتكلم هنا عن the structure of the antibody molecule. The antibody molecule بتتكون من 4 polypeptide chain, 2 identical heavy chain with 2 identical light chain attached together by disulfide bond. شايفين ان الستراكشر شبه ايه؟ شبه الواي شيب. الداي سلفايد بوند which attach the two heavy chain together is called الهنج region. بنجد ان الامينو تيرمينال of the peptide of chain بتبقى في الابر بارت والكاربوكسيل تيرمينال موجود في اللور بارت. بنجد هنا ان الابر بارت في اللايت تشين والهيفي تشين اللي قصادكم باللون البراون ده الانتيجين بايندينج سايت. وشايفين ان كل مولكيول فيها كام بايندينج سايت فور ذا انتيجين زي ما واضح في تو بايندينج ده السايت اللي attach with the antigen اللي بيتحد مع الإبيتوب of the antigen. يبقى الـ 3 dimensional structures في الـ antigen binding site لازم يكون complementary للshape of the epitope of the antigen. يبقى complementary للـ 3 dimensional structures of the antigen epitope زي ما واضح عندكم في الرسمة اللي على الجنب. لازم الاثنين to fit each other. عشان كده الامينو اسيد سيكونس في الانتيجين binding site of the antibody molecule بيحصل فيه variations كبير عشان to fit الابيتوب أو three dimensional structures of the epitope of the antigen epitope. هنوضح في السلايد اللي قصاد هنا ال basic structures of the antibody molecule but in more detail. هنا it's only one unit فبنسميها monomer. زي ما قلنا ال structures of the basic immunoglobulin molecule بتتكون من 4 polypeptide chains, 2 heavy chains و 2 light chains. ليه سميناها heavy chain؟ لأن المولوكيولار ويت of the heavy chain is high لأنها كل chain بتتكون من 440 أمينو أسيد. Each light chain بتتكون من 220 amino acids
وقلنا البوليبيبتايد تشين ار اتاتش توجذر باي داي سلفايد بوند، وقلنا البوند which attach two heavy chain together سميناهم الهنج ريجون. بنجد هنا ان each light chain و each heavy chain is subdivided into subunit او domain. كل subunit بتتكون من 100 amino acids، وكل 100 amino acid دي كل subunit بتعمل زي اللوب وبرضو attached together by disulfide bond. فهنجد ان اللايت تشين بتتكون من 2 subunit، واحدة هنسميها variable light والتانية هنسميها constant light. الهيفي تشين قلنا 440 أمينو أسيد، فبتتكون من 4 أو 5 سب يونت. اللي عند اللي فوق اللي عند الأمينو تيرمينال بتتسمى فاريبل هيفي، وبعدين الأذر 3 سب يونت كونستنت هيفي 1 كونستنت هيفي 2 اند كونستنت هيفي 3. زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده ال combinations of variable light و variable heavy دول اللي بيحددوا ال antigen binding size of ال immunoglobulin molecule. ده الجزء اللي بيتحد مع ال epitope او مع ال antigenic determinants of the antigen. فلازم ال tertiary structure generated by a combination of a variable high light and variable heavy لازم يكون complementary للshape of the epitope. لازم كلهم ال sub region ده ال fraction antigen binding لازم to fit ال antigen أو ال epitope بتاع ال antigen. عشان كده الأمينو أسيد سيكونس في الفاريابل لايت وفي الفاريابل هيبي بيختلف من على حسب نوع الإبيتوب، بيبقى فيه اختلاف كبير بينهم. بنجد هنا وعلى فكرة الفراكشن أنتيجين بايندينج هو ده اللي بيحدد السبيسيفيستي أوف الأنتيبودي موليكيول. بنجد هنا في السلايد متوضح لكم ان في 2 انزيم ممكن يكسروا الاميونوجلوبولين مولكيول، ممكن البابين انزيم وده بيقطع المولكيول اباف الهيدج ريجون، يبقى هيتكون عندي كام فراجمنت؟ هيتكون عندي 3 فراجمنت، 2 فاب ريجون و 1 ريجون اللي هنسميه fraction crystallizable، وعندي البيبسين انزيم ده برضه proteolytic انزيم بس بيكسر المولكيول تحت الهيدج ريجون، فبيتكون عندي 2 fractions بس، واحد fraction اللي هو الفراكشن crystallizable والفراكشن الثاني 1 fraction divalent، يعني 1 fraction لكن في 2 binding sites، وده هيوضح لنا في السلايد الجاية. السلايد هنا بتوضح لكم البيزك immunoglobulin مولكيول اللي احنا قلنا شكلها الواي شيب، وادي البابين انزيم قلنا بيكسر فوق الهنج ريجون، فبيتكون عندي كام fragments؟ 3 fragments، 2 fab region fraction antigen binding، 1 crystallizable region. البيبسين انزيم بيقفل تحت الهنج region فبيتكون عندي بس 2 fragments، fragment فيها ال 2 fab region attached together
نسميها fractions divalent, فيها two binding sites of the antigen that but attached together, وبرضو fraction crystallizable. The specificity of the antibody molecule, مين اللي بيحددها؟ بيحددها الفاب region. اللي بيحدده مين؟ اللي بيحدده الفاريبل region of the light chain والفاريبل region of the heavy chain. الفراكشن كريستاليزابل بيحدد ايه؟ بيحدد ال 5 classes of the immunoglobulins. احنا قلنا في 5 classes. الامينو اسيد سيكونس في الكريستاليزابل فراكشن هي اللي بتحدد ال 5 classes دي, وهي اللي بتحدد ال properties of the immunoglobulin. اني immunoglobulin هيقدر يعمل complement fixation, اني immunoglobulin ممكن هيعدي البلاسينتا. يبقى ال 5 classes of the immunoglobulin بيحددها الامينو اسيد سيكونس في ال constant region of the heavy chain. The specificity of the antibody molecule بيحددها ال A ال Fab region. يبقى عرفنا ان ال Fab region of the antibody molecule اللي احنا سميناه الباراتوبس هو اللي بيحدد the specificity of each antibody molecule للديفرنت انتيجين او تو ذا ديفرنت ايبيتوب. وقلنا الفاب ريجون بيتحددوا الفاريبل ريجون في اللايت وفي الهيفي تشين. نيجي هنا هنلاقي ان اللايت تشين ممكن تتواجد في تو انتيجينيك تايب, اما كابا اما لامدا, على حسب ايه؟ على حسب اختلاف بسيط بيبقى في الامينو اسيد سيكونس في الكونستنت ريجون اوف اللايت تشين. بس هنجد ان كل اميونوجلوبولين مولكيول التو لايت تشين فيها اما يكونوا التو كابا او التو لامدا. يبقى only one type of light chain موجود في اي antibody molecule. طيب برضو على حسب الامينو اسيد سيكونس في الكونستنت ريجون اوف ذا هيفي تشين في الكريستاليزبل فراكشن اوف ذا هيفي تشين بيبقى في اختلاف في الامينو اسيد سيكونس, وعلى هذا الاساس يبقى في 5 antigenic types of الهيفي تشين: جاما, الفا, ميو, دلتا, ابسلون. وهي دي اللي بتحدد الفايف كلاسز اوف ذا immunoglobulin. لو كانت الهيفي تشين الكونستنت ريجون اوف ذا هيفي تشين از جاما, يبقى ده النوع ده immunoglobulin G. لو كان الفا يبقى ايه؟ لو ميو تبقى immunoglobulin M, لو دلتا يبقى immunoglobulin G, و لو كان ابسلون يبقى immunoglobulin E. يبقى الكريستاليزابل فراكشن of the heavy chain هو اللي بيحدد البيولوجيكال properties of the immunoglobulin. بس قبل ما نتكلم على properties of the immunoglobulin هنحب نتكلم الاول على theory of antibody production. الحقيقة many theories were proposed for antibody production, but the most acceptable one كانت بتاعة العالم اللي اسمه بيرنت اللي كانت سنة 1959 واسمها الكلونال سيلكشن ثيوري. الثيوري دي بتقول ايه؟ بتقول ان each individual has a large pool of B lymphocyte. في جسمنا
عدد كبير من البي لينفوسايت. each B cell بيبقى لها فيها genetic information او لها القدرة to synthesize only one type of antibody molecule، لها قدرة انها تصنع بس نوع واحد من الانتيبودي مولكيول، وبتعرض النوع اللي بتصنعه on its outer surface which act as an antigen receptor. زي ما واضح عندكم اهو في الفيجر، دي انواع من البي سيل. كل بي سيل فيها جينز بحيث معين، الجينز دول بيصنعوا نوع معين من الاميونوجلوبولين مولكيول، والنوع ده اللي بتطلعه كل بي سيل بيكون displayed على السيرفس which act as an antigen receptor. اما الانتيجين بيخش جسمنا it will only bind للريسبتور اللي ليه complementary shape له، اللي الفاب ريجون بيكون complementary للابيتوب بتاع الانتيجين. البايندينج ده بيعمل ايه؟ بيعمل ستيميوليشن للبي لينفوسايد عشان يحصل لها بروليفريشن وديفرنشيشن عشان تتحول لبلازما سيل which secrete الانتيبودي specific للانتيجين ده، وجزء من السيل بيتحول لميموري سيلز. الكلونال سيليكشن ثيوري برضو اكسبلينز ازاي الاميون ريسبونس يقدر يعمل differentiation between itself from a non-self antigen، ازاي يفرق بين his own tissue protein والفورين بروتين. بتقول اثناء الفيتال ديفلوبمنت اي بي ليمفوسايت هتبتدي تكون ريسبتورز على صفحها بحيث تو اتاك السيلف انتيجين، مفروض ان التي سوبريسورز سيل ويل ديستروي ذيس سيلز، زي ما واضح عندكم في الرسمه الكاريكاتير اللي موجوده في الفيجر. ادي حاولت تتكون بي سيل تهاجم سيلف انتيجين، جت التي سوبريسور سيل قالت لها ستوب and it destroyed this cell. نيجي نتكلم دلوقتي عن ال 5 classes of immunoglobulin. واحنا قلنا ان الاميونوجلوبولين are classified into these 5 classes according to the difference in the amino acid sequence in the constant region of the heavy chain. هنتكلم عن اول كلاس اللي هو الاميونوجلوبولين جي، ونشوف ايه هي البروبرتيز بتاعته. قلنا الاميونوجلوبولين جي ده الميجر اميونوجلوبولين في السكندري اميون ريسبونس. قلنا زي ما باين في الكيرف اللي شرحناه قبل كده، في الفيرست اكسبوجر تو ذا انتيجين الجسم بياخد من 7 لـ10 ايام عشان يكون الاميونوجلوبولين او الانتي بوديز. والميجر اميونوجلوبولين في البرايمري ريسبونس او في الفيرست اكسبوجر تو ذا انتيجين بيكون اي جي ام. في السكند اكسبوجر اما الاميون ريسبونس بيتعرف على الانتيجين فور ذا سكند تايم، خلاص بقى فيه ميموري سيل، فقلنا الريسبونس بيكون اسرع وبيكون اقوى. خلال من 48 لـ72 ساعة في السكندري ريسبونس الاميونوجلوبولين بيعلى جدا في السيروم، وبيكون مينلي اميونوجلوبولين جي. نسبته حوالي بتكون 80% من الاميونوجلوبولين اللي موجود في السيروم في السكندري ريسبونس بيكون اميونوجلوبولين جي. الاميونوجلوبولين جي بيكون مونوميريك، يتكون من مون يونت، so it is the only immunoglobulin which can cross the placenta. الاميونوجلوبولين جي
بيكون له major role في neutralization of bacterial toxin and virus. واحنا عرفنا برضو قبل كده ان الاميونوجلوبولين جي can act as an opsonin, so it binds to antigen to enhance the process of phagocytosis. الاميونوجلوبولين جي can activate the complement. هو زي ما هنشوف في نوعين بس من الاميونوجلوبولين can activate the complement او can fix the complement, الجي والام. وهنعرف ان الانتي ار اتش اميونوجلوبولين, الار اتش اميونوجلوبولين بيكون الماجوريتي منه او مينلي اميونوجلوبولين جي. عندكم في المذكره في تيبل ان في سب كلاسز من الاميونوجلوبولين جي, اميونوجلوبولين جي 1 جي 2 جي 3 جي 4 ده بيبقى ديفرنس في الامينو اسيد, بس مش ده موضوعنا. يبقى ادي صفات الاميونوجلوبولين جي. نيجي نتكلم على الاميونوجلوبولين A, وساعات بيسمى السكريتوري اميونوجلوبولين لانه بيكون بريزنت في السيروم وفي السكريشن وفي الكوليسترول وفي الميلك. 20% من الاميونوجلوبولين اللي موجود من الاميونوجلوبولين A اللي موجود في السيروم وكل السكريتوري اميونوجلوبولين A اي دايميريك. يعني ايه دايميريك؟ بيكون متكون من تو بيزك يونت اوف اميونوجلوبولين مولكيول, وعشان كده بيبقى في جي تشين اوف بروتين تو اتاتش ذا تو units together. الاميونوجلوبولين ايه اللي موجود في السكريشن؟ بيبقى فيه سكريتوري بروتين كومبوننت ثانيه اللي واضحه عندكم اهي باللون الاخضر. فايده الاميونوجلوبولين ايه؟ انه بيمنع الاثيرنس اوف ذا ميوكس اوف ذا مايكرو اورجانيزم للميوكس ميمبرين. فمعنى كده بيمنع الاتاتشمنت بتاعت المايكرو اورجانيز للميوكوس ميمبرين. فمعنى كده انه بروفايد لوكال اميونيتي, لوكال اميونيتي بيمنع الاتاتشمنت. وهتدرسوا بعد كده في الميديكال ان بعض من الفيريولنس فاكتورز بتاعت بعض المايكرو اورجانيز انهم يطلعوا انزيم يكسروا الاميونوجلوبولين A, فده يساعدهم على الاتاتشمنت. نيجي نتكلم عن الاميونوجلوبولين ام. الاميونوجلوبولين ام has the highest molecular weight. ليه؟ لانه pentameric, بيتكون من 5 basic unit of immunoglobulin molecule زي ما واضح عندكم في الرسمه. طبعا لازم ال units دي تكون attached بي جي تشين. يبقى احنا دلوقتي خدنا تو انتي بوديز فيهم الجي تشين اللي هما ايه؟ الاي والام. الاميونوجلوبولين ام بما انه بنتاميريك يبقى في كام بايندينج سايت؟ في 10 بايندينج سايت. يبقى عشان كده has the most powerful agglutinating and complement fixing abilities. الاميونوجلوبولين ام زي ما قلنا قبل كده وعرفنا it is the main antibody في primary immune response. اما الاميون سيستم بيتعرض للانتيجين for the first time, اول اميونوجلوبولين بيظهر هو الاميونوجلوبولين ام. عشان كده لو لقينا ان high level in newborn indicate intrauterine infection, يعني لو الجنين اتولد وكان نازل بأعراض مثلا راش وأعراض تانية والدكتور شك انه حصل infection اثناء فترة الحمل, عارفين ان في بعض certain
microbes أو certain microorganisms ممكن بتعدي من الأم للجنين خلال البلاسينتا، زي إيه؟ زي مرض الإيدز، زي الجيرمال ميزلز، زي التوكسوبلازموزز اللي بيجي من القطط، وده بيعمل تشوهات للجنين. فلو الدكتور شك بعد ما الطفل اتولد انه حصل انفكشن داخل الرحم اثناء فترة الحمل وشك في ميكروب معين، فبياخد الدم بتاع الجنين وبيشوف اي نوع من الاميونوجلوبولين موجود. لو لقى ان الميج اللي الاميونوجلوبولين الموجود في دم الجنين هو اميونوجلوبولين ام، يبقى ده تأكيد ان حصل انفكشن اثناء فترة الحمل. ليه؟ لان زي ما قلنا الام فنتاميريك مش بيعدي، يبقى مين اللي كونه؟ اللي كونه الجنين، وكونه نتيجة ايه؟ نتيجة ان هو تعرض للميكروب ان نزل من الام للجنين خلال البلاسنتا. كمان الانتي اي والانتي بي انتي بوديز are mainly immunoglobulin M class، وعشان كده مش بتعدي البلاسنتا. نيجي نتكلم عن الاميونوجلوبولين دي. الاميونوجلوبولين دي زي ما اتكلمنا على الكلونال سيلكشن ثيوري، دي بتكون كلاس من الاميونوجلوبولين بيتصنعها البي سيل وبتعرضها على السطح بتاعها which act as an antigen receptors. اما بيجي الانتيجين وبيتعرف على الانتي بوديز وبيقدر اتاتش للفاب ريجون، ده بيخلي البي سيل يحصل لها اكتيفيشن وديفرنشيشن للبلازما سيل اللي سيكريت انتي بوديز. لو جينا اتكلمنا على النوع الخامس اوف اميونوجلوبولين اللي هو الاميونوجلوبولين اي، الاميونوجلوبولين اي is the lowest concentration in serum. شايفين نسبته قد ايه؟ 0.002%، عكس الجي، الجي اعلى واحد. 80% من الاميونوجلوبولين اللي موجودين في السيرم هما الجي. زي برضو ما شرحنا قبل كده، وجود الاميونوجلوبولين اي في السيرم في higher concentration ده يعني ان في type 1 immediate hypersensitivity reaction، وهنشرحها باذن الله المحاضرة الجاية. وقلنا قبل كده برضو ان الاميونوجلوبولين اي have antibodies have a protective role against helminths. يبقى ادي properties of the five classes of immunoglobulin. هنتكلم في السلايد هنا عن the stages of antibodies production، واذكر ان احنا شرحناها في سلايد قبل كده اما كنا بنتكلم عن الميكانيزم of immune system. اللي بيحدث بعد ما الفورين سبستانس او المايكرو اورجانيزم بيخش الجسم وبيحصل له ملتيبليكيشن في التيشو، الانتيجين is carried out by a lymphatic vessel to the neighboring lymph node or other secondary lymphoid tissue. في الانتيجين is taking up by the antigen presenting cells، وقلنا الانتيجين presenting cells ممكن يكون الماكروفاج وممكن يكون الدنتريتك سيل. داخل الميكروفاج او الانتيجين presenting cell بيحصل partial enzymatic degradation of the antigen into small antigenic fragments. قبل ما بيتعرض على البي سيل most
of الانتيبودي production by البي سيلز against most antigens بيحتاج ال cooperations of macrophages and T helper 2 cells. قلنا الميكروفاج بيعرض الانتيجينيك فراجمنت in association with a major histocompatibility type 2 ل T helper 2. العملية دي بتعمل activation قلنا لل T helper 2 اللي احنا بنعتبرها قائد جهاز المناعة. وكمان قلنا ان الماكروفاج بيسكريت سيتوكاين سميناه انترلوكين 1 عشان يعمل اكتيفيشن للقائد اللي هي اللي هو التي هيلبر 2. اما بيحدث اكتيفيشن للتي هيلبر سيلز بيحصل انها نفسها بيحصل لها ستيميوليشن وبتطلع سيتوكاينز او لينفوكاينز اللي هو including interleukin 2 و4 و5 و6. الليمفوكاينز دول are called B cell growth and differentiation factors, يعني بتساعد على الgrowth والmultiplication والdifferentiation of ال B cells. ال B cells اما بيحصل لها stimulation or proliferation بتتحول ل plasma cells which secretes antibodies. وقلنا some of the activated B cells بتتحول ل memory cells. وفاكرين لما اتكلمنا على interleukin number 2 ان هو نفسه بيعمل auto activation للقائد اللي هو T helper 2, ومش بس للT helper 2, لall other cells of the immune system, حتى المسؤولة عن السيل mediated immunity اللي هي T cytotoxic والماكروفاج والnatural killers. ده للmajority of the antigen. يبقى معظم الantigens اللي محتاج اللي هو بيكون extracellular زي ما اتفقنا ومحتاج الantibody production أو الhumoral immunity بيكون thymus dependent antigen, محتاج ال cooperation of macrophage أو T helper cells. لكن وجدوا إن some antigens زي ال بيبقوا macromolecules like البكتيريا الكبسولات بوليساكرايد ممكن يستعملوا يعملوا stimulation لل B cells directly without the help of T helper cells. في الحالة دي بنسمي الانتيجنز دول ايه؟ thymus independent antigen. لكن وجدوا in generally ان thymus independent antigen بيدي بس نوع واحد من الاميونوجلوبولين ريسبونس وهو predominantly immunoglobulin M, وانه ما بيبقاش فيه no memory cell او poor memory cell. ده thymus independent antigen. وحنشرح الكلام ده في كإعادة في السلايد اللي جاية. إعادة للكلام اللي قلناه قبل كده. ادي الفيروس اللي هو الكومبلكس antigens, وادي الانتيجين presenting cell اللي هي الماكروفاج. الفيروس دخل جوه الانتيجين presenting cell, حصل له processing وحصل له degradation into small antigen fragments. بيجي الانتيجين presenting cell بيعرض الانتيجينيك fragments in presence of class 2 major histocompatibility protein بيعرضه للT helper cell. الT helper cell بتستقبل الانتيجين fragment في وجود الT cell receptors. ده بيعمل activation للT helper cell. عرفنا ازاي انها T helper cell لانها CD4 cell. وقلنا ان الماكروفاج برضه طلع cytokines اللي هو الانترلوكين 1
عشان يعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيل. التي هيلبر سيل اما حصل لها اكتيفيشن طلعت سايتوكاينز او لينفوكاينز اللي هو منها انترلوكين نمبر 2 اللي هو بيعمل اوتو اكتيفيشن للقائد نفسه. لو كان الاورجانيزم عندنا اكسترا سيلولار بتبتدي التي هيلبر سيل تطلع لينفوكاينز اللي هو منها الانترلوكين نمبر 4 و5 و6 اللي بيعمل بيعتبر بي سيل جروث فاكتورز وبي سيل ديفرنشيشن فاكتورز, بيعمل ستيميليشن للبي سيل بحيث يخليها تتحول لبلازما سيل which secrete antibodies, وجزء من البي سيل بيتحول للميموري سيل. قلنا في بعض انواع من الانتيجين ممكن تعمل دايركت استيميليشن للبي سيل, وفي الحالة دي قلنا البي سيل هتطلع نوع واحد من الاميونوجلوبولين اللي هو الاميونوجلوبولين ام وما بيبقاش فيه ميموري سيل. في الفيجر هنا اما نيجي نقول لكم مين هم الانتيجين بريزنتنج سيل, يبقى زي ما قلنا قبل كده في عندي الماكروفاج والدنتريتك سيل والبي سيل برضو كان اكس ان انتيجين بريزنتنج سيل. لو كان عندي عشان نكمل شرح الفيجر كله, لو كان عندي الاورجانيزم انتراسيلولار داخل الخليه يبقى المناعه منلي هتعتمد على السيل ميديتد اميونيتي. في الحاله دي التي هيلبر سيل هنسميها التي هيلبر 1 بتطلع انواع من الليمفوكاينز بحيث تعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك سيل. التي سايتوتوكسيك سيل عرفناها ليه انها سايتوتوكسيك, انها سي جي 8 سيل. التي سايتوتوكسيك سيل عشان تقتل السيل اللي هي عايزه تقتلها اللي جواها المايكرو اورجانيزم او التيومر سيل, لازم الانتيجين يتعرض على الانفكتد سيل in presence of major histocompatibility type 1. والتي سايتوتوكسيك سيل هتستقبل الانتيجين بالتي سيل ريسبتورز وتبتدي تطلع سايتوكاينز بحيث تقتل الانفكتد سيل, وجزء برضه من التي سايتوتوكسيك سيل بيتحول لميموري سيل. واخدين بالكم ان الهيلبر سيل نفسها لها ميموري سيل. كمان في السيل ميديتد اميونيتي التي هيلبر سيل بتطلع برضه لينفوكاينز عشان تعمل اكتيفيشن للماكروفاجز والناتشرال كيلر سيل. يبقى اهم خلايا في السيل ميديتد اميونيتي التي سايتوتوكسيك سيل والماكروفاج والناتشرال كيلر سيل. خلاص احنا عرفنا الميكانيزم of the immune system وعرفت ال properties of each class of antibodies. لو جينا نسأل نفسنا هنا how can antibodies protect us against infection, من غير ما نحفظ السلايد دي انت خلاص احتلمنا على ال properties of each antibodies. نقدر احنا من نفسنا predict how they can protect us. يعني لو مسكنا الاميونوجلوبولين جي اتفقنا الاميونوجلوبولين جي ممكن to act as what, it can act as an antitoxin بحيث يعمل neutralization للبكتيريال توكسين. الاميونوجلوبولين جي can act as an opsonins and enhance phagocytosis. طب ايه الرول بتاع الاميونوجلوبولين A؟ اتفقنا ان هو كان prevent الاتاتشمنت of المايكرو اورجانيزم to mucous membrane. الاميونوجلوبولين E يساعدنا ازاي؟ قلنا الاميونوجلوبولين E له ريسبتور على البيزوفيل وعلى الماست سيلز. اما بيحصل contact of the antigens مع الاميونوجلوبولين E اللي موجود على الماست سيل بيحدث degranulation of the mast cell وبيحصل release للهستامين and other chemical mediators. الهستامين والother chemical mediators بيسببوا increase
في الـ vascular permeability. بيزيد الـ vascular permeability في الـ injured area. طب الدم وهو رايح للـ injury area بيكون شايل معاه ايه؟ بيكون اخد معاه الـ antibodies، بيكون اخد معاه الـ phagocytic cells، بيبقى اخد معاه الـ complements. كل ده بيسببه الـ inflammation والـ killing of الـ ايه؟ الـ foreign microorganisms. واتفقنا ان الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام بيعملوا اكتيفيشن للكومبلمنت عن طريق باثواي هندرسه ان شاء الله في المحاضرات اللي هو الكلاسيكال باثواي. واتفقنا ان اما بيحدث كومبلمنت اكتيفيشن ده بيؤدي الى مايكروبيال لايسيس اند ديث. طيب الاميونوجلوبولين ام والاميونوجلوبولين جي ممكن يفيدونا في ايه تاني؟ ممكن يعملوا اجلوتينيشن للمايكرو اورجانيزم بحيث ان يسهلوا عمليه الفاجوسايتوزيس. كمان الاميونوجلوبولين جي له ريسبتور عن ناتشرال كيلر سيل اند مايكروفاج ثرو الانتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيستي. الاميونوجلوبولين اي يساعد الناتشرال كيلر سيل والمايكروفاج ان يعملوا سيل ديستراكشن. يبقى هنا عرفنا هاو الانتي بوديز كان بروتكت اس اجينست انفكشن. السلايد دي احنا عدناها كذا مره قبل كده وبتوضح لنا الانتي بودي برودكشن في البرايمري and secondary immune response. انا مش هعيد الشرح ده، انتوا خلاص عرفتوها. اللي عايزه اضيفه هنا ان السكندري immune response اوقات بيتسمى الانابوليستيك ريسبونس. الانابوليستيك ريسبونس هنتكلم دلوقتي عن المونوكلونال انتي بوديز وايه اول طريقه استخدمت في تصنيع المونوكلونال انتي بوديز وايه هي استخدامات المونوكلونال انتي بوديز. قبل ما نتكلم على المونوكلونال انتي بوديز عايزين نعرف الفرق بين المونوكلونال انتي بوديز والبولي كلونال انتي بوديز. ايه المقصود بالبولي كلونال انتي بوديز؟ اما المايكرو اورجانيزم بيخش جسمنا ده كومبلكس انتيجين، في ميني انتيجينيك ديترمنت، لكل انتيجينيك ديترمنت بيتكون سبيسيفيك انتي بودي. يبقى بيتكون عندي ميكتشر اوف انتي بوديز بروديوسد فروم ديفرنت بي سيلز. اللي احنا عارفين كل بي سيلز مسؤوله عن تصنيع سبيسيفيك تايب اوف انتي بوديز. المونوكلونال انتي بوديز ار سبيسيفيك انتي بوديز بروديوسد اجينست وان سنجل انتيجينيك ديترمنت وبروديوسد باي سنجل سيل او الكلون اوف ذيس سنجل سيل. خلاص يبقى عرفنا التعريف. ازاي بنصنع المونوكلونال انتي بوديز؟ بنصنع المونوكلونال انتي بوديز ان احنا بنعمل اميونايز الانيمال زي الماوس بنحقنه بالانتيجين اوف انترست. بعد كده بناخد السبلين سيلز وبنفصل من السبلين سيلز البي سيل which produced antibodies against this epitope او against this single antigenic determinant. بناخد البي سيل دي وبنعمل لها فيوجن مع مايلوما سيل. وايه هي المايلوما سيل دي؟ كانسر سيل، يعني malignant بلازما cells that do not produce any immunoglobulin. يبقى عملنا فيوجن between ال B cells أو البلازما cell which produce antibodies ومع myeloma cells.
بنستخدم في الفيوجن ده فيوزنج ايجنت اللي هو بولي ايثيلين جلايكول. بيطلع عندنا ايه؟ هايبريدوما سيلز، فيوزد سيلز. الفيوزد سيلز دي اخد صفات من البلازما سيل اللي بتدينا انتي بودي، انها هتطلع لي سنجل تايب اوف انتي بوديز اجينست سنجل ايبيتوب، وهتاخد صفات من المايلوما سيلز ان التكاثر بتاعها ان كنترولابل يعني سريع. فهتديني الهايبريدوما سيلز دي كان بروديوس specific antibodies against specific epitope in large amount. بناخد الفيوز سيلز دي وبنصنعها في ميديا اسمها هات ميديا. مش لازم تعرفوا ايه دي هايبوزانسين امينو بيترين سايميدين ميديا، عرفوها انها هات ميديا. في الهات ميديا دي بس الهايبريدوما سيل هي اللي هتقدر تعيش. البي سيل بتموت، ان احنا قلنا لها قلنا ان ليها شورت لايف سبان، والمايلوما سيل ما بتقدرش تعيش في الميديا دي انها ما عندهاش سنتر انزايم. بناخد الهايبريدوما سيلز دي اللي بتطلع لي انتي بوديز ان سبيسيفيك انتي بوديز اجينست سبيسيفيك سنجل ايبيتوب ان لارج كوانتيتي، وبنقدر ننميها في ممكن ننميها ان فيترو في المعمل في ميديا معينه، او ان فيفو ان احنا نحقنها للانيمال. يبقى ده استخدام او طريقه تصنيع المونوكلونال انتي بوديز بالهايبريدوما تكنيك. في طرق تانية لتصنيع انتي بوديز، ودي بناخدها في كورس البايو تكنولوجي. لو جينا نتكلم عن اليوزز او استخدامات المونوكلونال انتي بوديز، المونوكلونال انتي بوديز بتستخدم في الدايجنوزس وفي التريتمنت. في الدايجنوزس بتستخدم في الدايجنوزس اوف انفكشن، بتستخدم في الدايجنوزس اوف تيومرز، بحيث ان كل تيومر بيبقى ليها سبيسيفيك انتيجنز عليها. اقدر اعمل ديتكشن ان انا استخدم احضر سبيسيفيك انتي بودي تو ديتكت ذيس سبيسيفيك انتيجين. يعني البريست كانسر في انتيجنز معين موجود، بروستاتيك كانسر في انتيجنز معين موجود، فبتستخدم برضو في الدايجنوزيس اوف تيومر. بتستخدم في الهرمونال اسي، في الانيونو اسي، ان انا في المعمل بحضر سبيسيفيك انتي بوديز للسبيسيفيك هرمون اللي انا عايز اعمل له اسي. يعني وهديكم مثال كمان، البريجننسي تيست اللي بتتباع في الصيدليات بيظهر هرمون في البريجننت وومن في اليورين اثناء فتره الحمل. الكيس اللي بتشتروه الناس بيشتروها من الصيدليات ده عباره بتبقى الكيس فيها انتي بوديز تو ديتكت ذيس سبيسيفيك هرمون. وتستخدم في الـ identification of surface markers on cells. عايزة أعد الـ CD4 cells هحضر antibodies against الـ CD4. عايزة أعد الـ CD8 نفس الحكاية، هحضر specific antibodies عشان أقدر أعد الـ CD8 cells. في الـ tissue typing قبل ما أعمل graft transplantation او زرع اعضاء، لازم اشوف الجلايكوبروتين او الميجر هيستو كومباتابيليتي انتيجين الموجود على سطح الخلايا سواء للريسيبيانت او للدونر مدى التطابق بينهم. يبقى ده كدايجنوزيس. في التريتمنت بتستخدم في ايه؟ بتستخدم فور ديليفرينج دراجز. كمعظم الانتي كانسر دراجز دلوقتي بنستخدم فيها مونوكلونال انتي بوديز. اهي متوضحه قصادكم اهي، ادي الكانسر سيل بيبقى عليها السبيسيفيك انتيجنز على سطحها، بحضر انتي بودي سبيسيفيك للانتيجنز الموجود في السيل.
وبعد كده اللي باللون اصفر ده الكيمو ثيرابيوتيك دراج او الراديو اكتيف سبستانس، بعمل لها كونجوجيشن مع المونوكلونال انتي بودي وبحقنها في الجسم. يبقى هنا الكيمو ثيرابي موجه فين بس؟ موجه للكانسر سيل، وده اللي بنسميه الماجيك بوليتس، يعني الرصاصة الموجهة، بحيث الهيلثي سيل مش بتتأذي بالكيموثيرابيوتيك دراج، ده دراج بتوجه أصلا للكانسر سيلز. بتستخدم في بريفنتنج ال RH incompatibility، أدي anti RH. بتستخدم إن أنا أحضر specific antibodies against certain viral infection، يعني تستخدم في الباسيف immunotherapy. يبقى ده استخدامات المونوكلونال انتي بوديز. نتكلم دلوقتي عن الكومبلمنت سيستم. وانتوا فاكرين احنا اتكلمنا عليه في الناتشرال immunity، وقلنا هنشرح بالتفصيل في محاضرة منفصلة. وقلنا ان الكومبلمنت سيستم عبارة عن كومبلكس بروتين او كومبلكس مالتي كومبوننت انزيماتيك سيستم. ما هو الانزيم عبارة عن بروتين بيتكون of at least 9 major protein. More than 20 proteins are known، بس at least عايزين للاكتيفيشن 9 major proteins. الكومبلمنت بيبقى موجود في السيرم وفي كل التيشو فلويد except اليورين والسريبرو سباينال فلويد، لكن بيكون موجود دايما in active form، يبقى لازم يحصل له بعد كده activation. وبما ان complement are proteins so it is heat labile، يعني بيحصل له destruction at heating عند 56 درجة لمدة 30 minutes. الكومبلمنت plays major role في الهوست ديفنس وفي الانفلاماتوري بروسيس في الناتشرال وفي الاكوايرد immunity. يعني هتشوفوا ان الكومبلمنت بيعمل انهانس الفاجوسايتوزيس، انهانس الاميون سيستم بحيث يساعده على الكيلينج اوف المايكرو اورجانيزم. هنجد ان احنا قلنا هو موجود ان اكتيف فورم، لازم يحصل له للناين كومبوننت دي اكتيفيشن، والاكتيفيشن بيحصل في سيكونس معين في كاسكيدنج مانر معين، بحيث كل بروتين يحصل له اكتيفيشن يعامل اكتيفيشن للبروتين اللي مفروض يجي بعديه في السيكونس. الاكتيفيشن اوف الكومبلينت بيفرق بين الناتشرال اميونيتي والكلاسيكال اميونيتي، فهنتكلم بالتفصيل عن الكومبلينت اكتيفيشن باي تو باثويز، الكلاسيكال باثوي والالترناتيف باثوي، ودي اللي هنكملها في المحاضرة الجاية. وشكراً.